هو انا عايز اعرف دلوقتي، هل الدين بتاعنا سمح ان المسلم يتجوز اي واحده على ديانتها وتبقى مسيحيه او يهوديه؟ لا طبعا، حتى ده وقت عموما يعني ممكن ناس القضيه دي يكون معايا داعيه اسلامي، يعني يكون معايا مفتي او داعيه اسلامي. احنا بنتكلم في قضيه من الشق الاجتماعي اكتر منه الشق الديني. انا خلينا نتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه، شيري عادل مسلمه ومعز مسعود مسلم، بس شيري عادل بتمثل ومش محجبه. طب ما نوطي صوت التلفزيون يا فندم وتسمعني من السماعه. انا عايز اوصلك معايا. طب نوطي صوت التلفزيون؟ هو ده مرتبط باللي انا بقوله بيه؟ مش فاهم. مرتبط يعني الدين الاسلامي سامح ان المسلم يتجوز اي مسيحيه او تبقى تعيش معاه؟ ممكن يتجوز مسلم يتجوز مسيحيه، وبعدين؟ طيب ايه العيب بقى لما واحد اسلامي يتجوز واحده شعرها سايب؟ حضرتك مدرك المقارنه هيك بتعقدها ازاي؟ يعني اذا كان الدين سامح ان الواحد، ما احنا ما قلناش الزيجه حرام يا فندم ولا الزيجه باطله، احنا ما بنقولش الزيجه حرام، احنا بنقول تاثير هذه. يعني انت بالنسبه لك مش فارق معاك ان يبقى مثلا شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاء يكون متزوج فنانه؟ مش فارقه معاك. ازاي هتفرق ازاي اذا كان ديني مسامحني ان انا مسلم اتجوز مسيحيه او يهوديه وكده؟ ايه على ما انا ما قلتش زواج باطل، انا ما قلتش زواج على تسمي فؤاد باطل، انا ما قلتش باطل، انا بقول بس انت شايف ده مش هياثر على الشباب القدوه، مش شايف انه هياثر معايا. عارف ليه حضرتك قال كده؟ عشان احنا اختصرنا الدين في الحجاب. مسامحني ان انا اتجوز باي ديانه ثانيه. نعم، بشكرك يا استاذ جمال. عارف حضرتك ليه بقى الناس بتفكر بالطريقه دي؟ عشان احنا اختصرنا الدين في الحجاب. يعني اختصرنا الدين الاسلامي في الطرحه. احنا قلنا شيري عادل والحجاب، ما قلناش شيري عادل مثلا والاخلاق تصرفاتها ادوارها مثلا. تحس ان هي لو كانت ممثله وبتمثل ومحجبه ما كانش بيبقى فيها مشكله خالص، يمكن لا عشان